تعرف وش مستوي؟ نو 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 سبيك انجلش بليز بليز عربي عربي. وش صار متلعوز ويا المتابعين كلهم انجليزيين عندي والله انجليزي والله. شوف علم انزل علمه لا تستكثر. ما بعلمني عفاي. نو نو بريز بريز عربي عربي والله. وين مترجم كتب ممتاز عرض عمتك مشكلة تون عندي المترجم لكن ما له ما عارف كيف ترجم لي وش يقول عني. شو كتب لي I love you يا أبوي. ودي أنت ما ودي ودي يا أبوي قابل الشارع قابل الشارع I love you. لا ترسلي لا ترسلي شيء طويل لا ترسلي لا ترسلي ما أعرف إنجليزي ما أعرف والله ما أعرف تلين بالوا. أنت كاتب لي أكويا أنا خابرة بالعربي ترى عندي مترجم إنجليزي هنا في التلفون. أنت لوش تكتب بالأصل أنت ليش ترد أنت مرد عليها لا غيّها طيب ما ادري رجال من اي ما ادري كيف تكتب لي الاف يو تعرف مثل وادم هاي باخ اشتقت علينا ما لمس مسوينا مصيبه ما انقيش يا فوق اصبحت اصبحت شكاي باخ في الدعم العام بتقول هاي خابر يا الاف يو تبون فيديو وتبون من قلت ابو ثاني انا اقولك ما اعرف انجليزي علي لا تضحك ما اقول تضحك صراحه انا عاطلك تليفون قلت لك انا تكتب هاي الاف يو حقه هاي الاف يو ليش وش بينك وبين الناس انت في الدربه انا اضحك لا ما شو تيفو طول خلاص لا هي شو هي بروحها تشوف تكتب شو هي بروحها تكتب قلت لك انا شو انا بقري استاذ شو تقرا ما بخليه يلا خلص خلص علم الزيت علي ودر التليفون انا بجيب قدام عينه ودر ودر التليفون خلنا ودر التليفون ما كتب هي تكتب شوف من دبي من هي تقول من دبي تحلف دبي كيف ما تخابر من قبل يلا بس اقرا بسم الله الرحمن الرحيم اي اوكي تكتب لي اي لاف يو تصبح شك حني حني لا تكتب لي ما كتبت شيء تبغاك تخبرها عن نفسك قبل عن تروح وش وين وين اسير وش تقول خبرها عن نفسك قبل لا تصور لك وش يخبرها عن وش عن الهوش او تسالك عن الهوش كيف الهوش يا اخوي خدمتونا خدم والله خدمتونا خدمة شوف رد يكتب لي اي لاف يو هذا حقك رابح مليون ايه رابح مليون شركه ايه شركه لا والله شركه يقول رابح مليون لا يبي يبي سبورس ايه شويه مليون عادي ودر يا ابوي ودر يا ابوي انا مليون 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 والله مليون لا تقم قالوا كم عجب جب ام كاتبين مليون قال مليون مليون بغى يشله لا 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 ما قلت شيء بحول الرسالة على لا بحول الفلوس واسمح ييب انت شوي علي ييب ييب مليون بخاف انا اسير بخاف انجليزي عندي مترجم انجليزي اقول اسمعي انا محطي تليفوني مترجم انجليزي حصلنا مليون وش تبي علي وش لي وش علي صل على النبي زين روى المترجم وينه شو يتكلم ويترجم يا سلام شو خلاص ترجم خبال اللي انت قلته ايه وش تبي علي وش هو عندي 13 حبيبي لازم ترجم ما شاء الله تو ما عندك كاتب تو ما اللي حصلنا ها رجعت هل ما كتبت لي اي لاف يو والله 6 مليون يا حبيبي اسوي المشاكل انت تخوقني بالتوازن شنو علي ها علي تخبص علي لا تم ارفع صوتك يسسر عمو اقول لك وش وش تقول لك بتكون فرحانه وايد لا قلت لها يعني فرحانه وايد يعني اعرف كل شيء عنك ها if you can answer about my question يب 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 جيم جيم يعني عندي جيم عندي جيم تو انا تاعي ترجم لي علي تخابر عربي تخابر انجليزي التليفون عندي علامه يعني لازم ترجم عندي عاد يا ابوي 60 نفر في الموضوع ما في فايده مليون اشتباه انت قاصد ترى كله زين اقول لك ترى اذا عرفت صوره الشيخ اقول لك لا تستغربي اني انا اطرش الكلام اكتب الانجليزي اوكي كلامي الانجليزي لان انا كنت دارس قبل دارس الدول الاجنبيه وانا اعرف اتكلم اللغه الانجليزيه وكل حاجه واعرف ايش تقولي ايش ما تقولي اي نعم